السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا المشروع تاع المارينا تاع مدينة الجزائر، والعلم فيه زوج مشاريع تاع مارينات، واحدة تابعة للخواص بمنطقة صابلات، والأخرى تابعة للولاية تاع العاصمة. مشروع عمومي إذن يقع بالقرب من ميناء الجزائر العاصمة، وهذا هو المشروع اللي راح نتكلموا عليه اليوم، واللي نشوف عندنا حسب الصور اللي عندنا المشروع هذا كاين مازال منطقة واحدة مازالت الأشغال بها سايرة، ونشوف هنا الأشغال نتاع لا كونسوليداسيون تاع لاريف، يعني كونفورتمون تاع الضفاف نتاع المرفأ تاع الوسط نتاع الميناء، الذي يعني تمت أشغال إضافية بعد ما صرا العملية تاع لونسابلومون، يعني ترميل تاع الشاطئ نتاع الميناء، دخلت الرمال بكثرة، إذا توجب بناء مرفأ جديد لمنع يعني زحف الرمال نحو الميناء تاع الداخل، يعني داخل الحوض تاع الميناء. إذا في أشغال إضافية في الميناء الجديد هذا اللي سوف يستعمل للنزهة يعني بصفة عامة، وفيه مرافق، وكان كذلك نشوف جانب من المحطة لنقل المسافرين عبر البواخر من المنطقة هذه تاع الميناء أو المارينا نحو ضفاف تيبازا غربا، وكذلك ميناء بومرداس بناء الزموري وأسفون من الجهة الشرقية. إذن ميناء تاع النزهة بصفة عامة. خليكم تابعوا بقية الفيديو. السلام عليكم.